تحت شعار متحدون لصياغة المستقبل، انطلقت في إمارة أبو ظبي القمة العالمية لرئيسات البرلمانات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في هذه القمة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني العالمي، حيث جمعت 50 سيدة من رئيسات البرلمانات حول العالم. القمة العالمية لرئيسات البرلمانات ركزت في الجلسة الافتتاحية على توحيد إرادة القادة والمشرعين لوضع آليات التغيير التي تستجيب لمتطلبات الرخاء المستدام والأمن في عالمنا اليوم الذي يشهد متغيرات متسارعة. القمة وفرت أيضا منصة للتحاور ومناقشة التحديات الكبرى من جهة، وجمعت العقول القيادية في إمارة أبوظبي لتوحيد الجهود والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من منظور عالمي من جهة أخرى. بالتأكيد اليوم نحن نتناول في خلال هاليومين من خلال القمة العالمية محاور عديدة تعنى بكيف نستطيع متحدون صياغة المستقبل مع القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص وممثلي الشباب والمجتمع، وكذلك أيضا أن نتشارك في رؤى تكون منصة للحوار برلماني عالمي نخرج من خلاله بإعلان أبوظبي اللي إن شاء الله يشتمل على توصيات قابلة للتنفيذ ونستطيع تحقيقها في المستقبل لصالح الأجيال القادمة. العالم يواجه ذات التحديات، واليوم القمة أكدت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل صياغة المستقبل للأجيال القادمة. رسالة للمستقبل أرادت القمة أن تبعثها إليه لصياغة مفرداتها مبكرا، حتى يقدم كل من البرلمانيات والمجتمع الأفكار والحلول لمواجهة التحديات الراهنة التي يعيشها العالم. طبعا اليوم في هذه القمة المسبوقة من نوعها احنا ننظر لأولا دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات في ما توصلت له المرأة. المرأة دائما كانت أساس في أي عمل تقدمي مجتمعي أو اقتصادي أو سياسي. اليوم في هذه القمة احنا دائما في دولة الإمارات نفكر كيف نتبادل الأفكار وكيف أيضا الحوار يتم بين البرلمان سواء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات وأيضا في البرلمانات الأخرى. هذا مهم جدا. راح يتم مناقشة عدد من المواضيع وأهمها اللي هي مسألة التحديات والفرص، بحيث أن اليوم إحنا كيف ممكن نتعاون على المستوى الدولي من ناحية المجالس التشريعية وقدرتنا على خلق منظومة تشريعية رقابية تدعم هذه التحركات والتطلعات. هذا الحوار مهم جدا خاصة اليوم في ظل الوضع المتوتر الذي يشهده العالم، ونحن كرئيسات للبرلمان نستطيع أن نجد الحلول والطرق من أجل المستقبل المشرق للجميع. غدا وفي يومها الثاني ستخرج القمة بإعلان أبوظبي، حيث من المتوقع أن يتم صياغة المستقبل بأبجديات تجسد مدى الحاجة إلى تعزيز ثقافة السلام على المستوى العالمي وعبر خطط وطنية ومستدامة، وأن يجيب على الكثير من الأسئلة التي جاء بها المشاركون إلى القمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المستقبلية. القمة لا تطمح إلى تحويل التحديات إلى فرص فحسب، ولكنها تسعى أيضا إلى صياغة المستقبل، لكن هذا لن يكون إلا بتكاتف الجهود. سهر عصفور لتلفزيون البحرين أبوظبي. وللمزيد من الأضواء تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبوظبي الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. دكتورة، بداية نرحب بك، ولو تطلعينا على أهم الجلسات التي شارك فيها وفد مملكة البحرين هناك في أبوظبي. مساء الخير. طبعا هذه القمة من عنوانها هي قمة النظر للمستقبل بعيون برلمانية، ويتضح ذلك من خلال جدول أعمال جلساتها العشر اللي موزعة بين اليوم وبكرة، واللي حرصنا على حضور الخمس جلسات الأولى اللي انعقدت هذا اليوم. فالمحاور تتناول مواضيع غير تقليدية وغير كلاسيكية، وهو ما يجعلها تلامس المجتمع والشباب بشكل كبير. فعلى سبيل المثال القمة تناقش موضوع دور البرلمانات في تطوير الابتكار وتعزيز العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة، بالإضافة لقضايا مجتمعية ملحة مثل قضايا الصحة والتعليم والمناخ وشح الموارد.
فبالتالي جميع الجلسات اللي شاركنا فيها لحد الآن تعتبر جلسات مهمة ومميزة، وإن شاء الله بكرة راح نكمل مشاركتنا في باقي الجلسات. نعم، طيب دكتورة، الآن يعني مشاركة البحرين في قمة عالمية كهذه، ما الذي يعني من الممكن أن تضيفه لمسيرة العمل النسائي خصوصا في القطاع التشريعي؟ طبعا هذه القمة أخوي هي قمة نوعية في الشكل والمضمون، السبب أنها تحمل عدة رسائل. أولا أنها قمة للنساء البرلمانيات والقياديات بدول العالم، فبالتالي إحنا هني طبعا تبادل الخبرات البرلمانية بين النساء في هذا المجال. الأمر الثاني والأهم أن هذه القمة تنعقد في عاصمة خليجية عربية إسلامية، فطبعا هذه رسالة عما تحظى به المرأة الخليجية العربية المسلمة من مكانة في المشهد السياسي، وذلك طبعا بدعم من قادة دولنا وثقتهم بدور المرأة في بناء المجتمع الخليجي. طبعا ويعني الموقع أو المكان اللي انعقدت فيه هذه القمة يبين مدى يعني أهمية أو دور المرأة البرلمانية في المشهد السياسي في المنطقة. نعم، إذن من العاصمة الإماراتية أبوظبي دكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.